يقول: ما هو الضابط في ترجمة كتب أهل العلم من اللغات الأجنبية؟ هل هو الحاجة فيقتصر على ما لا يسع المسلم جهله أم يترجم؟ ترجم أهلها جهات مختصة، ترجمة القرآن، معاني القرآن، ترجمة الكتب العلمية والشرعية، هذه لها جهات مختصة يرجع إليها المجمع الملك فهد رحمه الله المدينة، مثل رابطة العالم الإسلامي، مثل الجامعات، جامعة الإسلامية، الجامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة بالقرى، يرجع إلى الجهات، جهات الترجمة الموثوقة.